أنا كلنا نعرف أن دول الغرب افتخرت في زمن مضى وقبل تقريبا 70 أو 80 أو 100 سنة بجمعية سمتها جمعية الرفق بالحيوان، وفوجئ أولئك القوم عندما علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى هذا الأمر. هو لم يضع جمعية ولكن وضع أساس الجمعية، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أمر بالرفق بالحيوان. صح يا صغار أنتم اللي قدام؟ صح؟ طيب اللي يعطيني دليل أعطيه 50 ريال يشري 4 حبات همبرجر. يلا من يعرف الدليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين راحت 50؟ أنا كان معي 50 يا ولد. إيه صح، حبيت بنزين. لا معي في البوك جوا. ها من يعرف من الشباب؟ من يجيب حديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من قرر قضية الرفق بالحيوان ونعطيه 50 ريال؟ أوقف أوقف عشان نسمع كلام. من اللي جاب؟ من الحديث في القرآن في شيء؟ جزاك الله خير. الله جزاك الله خير، كان في شيء في القرآن عطنا. هذه طول عمرك 50، والله ما معي 50، معك 500؟ طيب جزاك الله خير. كلمي على صرف. ها من يعرف من الشباب؟ لا تستحوني يا شباب. وقف انت يا شاء صغير، تعرف؟ وقف. ما تعرف؟ تعرف؟ ما تعرف؟ اخبطني الولد يقول يعرف، اقول له تعرف يقول كذا. وقف وقف. طيب وقف عشان تشوف الكاميرا، قناة روايع وقناة اوطان يصورونك يشوفونك هلك. مصور حوجه الكاميرا له جزاك الله خير، خلي امه تفرح فيه. الله يجزاك خير، خلي ناظر في الكاميرا، بصي للكاميرا. مرأة سقط كلب ودخلت الجنة. من اللي قال هذا؟ مرأة سقط كلب ودخل الجنة، من اللي قال؟ اللي غششك خلي علمك، ما يخالف. من هو اللي قال الكلام ذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، تعال علمنا جزاك الله خير. الله يجزاك خير. وين انت؟ وين؟ علمنا. حب راسي جزاك الله خير. لازم الكبير يحب الصغير. من هي؟ وش الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالرفق بالحيوان؟ ان مرأة سقطت كلب دخلت الجنة. ما شاء الله، صح ولا مو صح يا اخوان؟ وهذه المرأة حتى العجيب فيها كما في البخاري أنها زانية بغي، ومعنى بغي يقول ابن عثيمين أي ما زالت الصفة ملازمة لها، ولكن عندما سقط كلب يقول صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها فأدخلها الجنة. جزاك الله خير، أنت مطوع صغير. طيب نبي نعطيك 50 ثانية الحين، أخذنا 50 من الإمام جزاك الله خير، نبي نأخذ 50 من المذن. وين المذن؟ إيه نبي نبلس الحي اليوم، نبغاك تنصح الشباب نصيحة من قلبك، نعطيك 50 ثانية من قلب. هم يذن الحيوانات. يذن حيوانات؟ عندكم حيوانات؟ ما فينا حيوانات. جزاك الله خير. صح، اي عندكم بسه صح؟ يعني ما يضرب البسه كرمك الله بالشبشب. صح ولا مو صح؟ هم بعض الشباب شاف البسه صقعها بالشبشب. صح ولا مو صح؟ وش بعد؟ انهم يشترون نبيطات ينبطون الحمام. نبيطات؟ وش النبيطات؟ اللي ينبطون في الحشرات. ورنا الكاميرا شلون يعني؟ اي هذه اسمها نبيطة. ويضربون ايش؟ الحمام. حرام ولا حلال؟ حرام. ما يجوز صح؟ هذية الحمام. جزاك الله خير. هات الخمسين، هات الخمسين، هذه 50. جزاك الله خير. اصبر يا الله نطلع 100. هذه 100 وحتى الكاميرا يشوفونها. جزاك الله. طيب تعال، هذه اخر نصيحة نبي نعطيك بعد ان شاء الله. والله تبي تكسب اليوم. نبيك تنصحهم وتقول لهم يا شباب امشوا مع الطيبين. يا شباب امشوا مع الطيبين الصالحين، ولا تمشون مع العراب جهة مقززين. ولا تمشون مع العراب جهة مقززين. جزاك الله خير. خلاص يعني عطوا 10 ريال معك 10 ريال. خلاص يا صغار شفتوها؟ الدعوة فيها قروش. يلا ركزوا معنا وبنقضي هالزرف ذا كله عليكم ان شاء الله، كله قروش. الميزانية ان شاء الله زينة اليوم.